ميعاد وقفتنا مع الصحف والقراءة التحليلية لصحافة النهاردة. خلينا الأول نلقي نظرة سريعة على أهم منشطات الصحف النهاردة وكمان السوشيال ميديا اللي هي الوجه الآخر للصحافة أو الصحافة اللي ممكن تكون منتشرة أكثر وفيها أكثر متابعة. خلينا نبتدي من الأخبار. بناخد المنشط الرئيسي طبعا لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي حوالين الفكرة اللي بتدور في ذهنه منذ فترة طويلة جدا وهي مشروع المليون فدان. هي طبعا فكرة تتبلور على أرض الواقع بعد اللقاءات المستمرة مع كل الوزراء. الأخبار اختارت المنشط الرئيسي ليكون إطلاق مشروع المليون فدان قبل نهاية الشهر الجاري. ده كان منشط رئيسي من الأخبار. وكمان اختارت الأخبار سقوط 30 من بيت المقدس متهمين بتفجير الأكمنة ورصد اجتماع لقيادي من حماس مع ناصر القسام لزرع المتفجرات بالأنفاق. ده كان من الأخبار. تمام. المصري اليوم يعني مثلها مثل الصحف الخاصة بتحاول ان تكون منشطاتها مختلفة وفيها قدر من الصدق. المصري اليوم بتقول حلف مصري خليجي ضد الإرهاب، ونقلا عن الأسوشيتد بريس الأمريكية اتفاق مع رياض وأبو ظبي، لكن الرئاسة ردت وقالت انه لا قوة مشتركة. ربما يكون هذا التحالف المصري الخليجي لمواجهة الإرهاب ليس عسكريا بالشكل المعتاد، لكن ما من شكل هذه الدول هي متفقة فيما بينها على مكافحة الإرهاب. ناخد كمان من الشروق، بتشوف كان في حوار ولقاء مفصل جدا مع وكالة الأسوشيتد بريس، ومصر ودول الخليجية تبحث تشكيل قوة مشتركة ضد المتطرفين والرئاسة بتنفي هذا القرار، لكن هو الخبر على عهدة الأسوشيتد بريس الألمانية طبعا اللي قالت هذا الخبر. تمام. في الأهرام، مصر تعرض رؤيتها لتعزيز حقوق الإنسان اليوم في جنيف. طبعا هذا تجمع مهم جدا، والأهمية فيه أنه تنظيم الإخوان الإرهابي هيحاول يستغل هذا التجمع العالمي لتصدير صورة وأكاذيب. ده شيء متوقع في مؤتمر حقوق الإنسان عن انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت في مصر تحديدا في فترة فض اعتصام رابع. عشان كده وجود مصر بهذا الوفد والتواجد الإعلامي مهم جدا للرد على هذه الأكاذيب. ده واحد من الأحداث المهمة جدا، مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف. طيب، وبناخد برضو من الشروق اليوم ملف حقوق الإنسان في مصر على مائدة المراجعة الدولية. 125 دولة بتناقش الملف المصري في اجتماعات حقوق الإنسان بجنيف، والتظاهر ومكافحة التعذيب والجمعيات والعنف ضد المرأة على مائدة جنيف، والحكومة بتعرض إنجازات الدستور، والمجلس القومي والمنظمات يطالبان بتعديل القوانين لتناسب الدستور والمعاهد الدولية. إن شاء الله مصر النهاردة على قائمة مناقشة حقوق الإنسان في كل شيء. خلينا نبدأ نشوف الأخبار دي وأخبار تانية كمان من الصحف، ونحاول يعني نأخذكم في قراءة تحليلية ليها. معنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد عفيفي. صباح الخير يا أستاذ. صباح الخير يا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ عبد. نبدأ من جريدة الأخبار. رئيس يناقش مع وزراء الري والسكان والزراعة الدراسات الكاملة للمشروع إطلاق مشروع المليون فدان قبل نهاية الشهر، ومجمعات زراعية صناعية وشركات مساهمة لشباب الخريجين. أهمية هذا المشروع في علاج أخطاء الماضي يا أستاذ أحمد، من يعني تبوير الأراضي الزراعية والسيطرة عليها، الأمر اللي خلى مصر تفقد هويتها كبلد زراعي. الحقيقة فنم، أنا دايما بقول أن دراسة الماضي تساعدنا على فهم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل. يمكن في الفترة الأخيرة كنا بنشوف المسؤولين بيشتغلوا بدون رؤية. النهاردة في القيادة السياسية الجديدة أنا شايف أن في تطور نوعي الحقيقة في الأداء، وخاصة الأداء السياسي. يمكن من شهرين كان في إطلاق مشروع عظيم، مشروع قناة السويس، ويمكن حضرتك شفتي تفاعل الشعب المصري مع قيادته السياسية وما تحقق، بحيث أن كل العالم انبهر الحقيقة من النتائج، بحيث أن يتم يعني جمع أكثر من 10 مليار دولار في 8 أيام من خلال دعوة سيادة الرئيس السيسي للالتفاف حول مشروع قومي، فده كان حاجة جميلة قوي. النهاردة سيادة الرئيس السيسي الحقيقة أنا بحييه وبشكره على أدائه وعلى مجهوده الرائع في الفترة الوجيزة منذ تولي الرئاسة. النهاردة بيحاول يعني نستصلح 100 مليون فدان حضرتك، دي حاجة عظيمة جدا جدا، لأن ليها مردود ممكن ما يكونش المردود وقتي، وده اللي عجبني قوي في الموضوع، أن سيادة الرئيس ليه رؤية مستقبلية للأجيال اللي جاية.
ما بنفكرش تحت رجلي يعني عشان اللحظه دي، لا احنا بنفكر للاجيال اللي جايه، وده مهم قوي. النهارده لما نعمل مشروع زي ده بنوفر فرص عمل، يعني بنستثمر طاقات الشباب. النهارده بنعمل مد عمراني، لما حضرتك هيبقى في 100 مليون فدان بيتم استصلاحهم، هيبقى في مجتمعات بتنشا في 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 مناطق مختلفه من الدوله. فحضرتك لما يبقى في 80 90 مليون مواطن مصري عايشين في 8% من مساحه مصر، ويمكن احنا شايفين اللي بيحصل في سيناء ان مفيش مد بشري في هذه المنطقه، مفيش تعمير طبعا. فالنهارده في فكر جديد ان انت تفتح عشان يعني نستغل مساحه مصر وموارد مصر بشكل محترم. النهارده هذا المشروع ممكن يوفر لحضرتك الاكتفاء الذاتي من عمليه الغذاء، ويساعدك على التصدير، فهيبقى في عمله صعبه. النهارده هيفتح افاق للاستثمار، فده مهم قوي الحقيقه. انا بحييه وبشكره على رؤيته الثاقبه انه يفتح افاق وخاصه للشباب في المرحله القادمه. طيب الخبر اللي ذكرناه منذ قليل، بكل اسف للاسف الحصيله مرشحه للزياده بكل الطرق، جانا الخبر زمايلنا كتر خيرهم عاملين شغل اكتر من اللازم، وبنحاول نتواصل كمان مع الناس اللي موجوده في البحيره. نقول بمحافظه الجيزه البحيره اسف بان حادث التصادم وقع بين اربع سيارات، والعربيات دي تريلا وجامبو ملاكي واتوبيس رحلات ينقل طلاب، اصفر عن تفحم جميع السيارات، وناتج عن الحادث تفحم 17 واحد واصابه 18، وللاسف حالتهم من بينهم كمان حالات خطره جدا جدا جدا. اذا معنى ذلك ان العدد مرشح للزياده. استاذ احمد، قراءتك للحاجات الحوادث يعني اللي بتحصل، للاسف لسه شايفين من سوهاج 10 طالبات برضو نفس الموضوع لقحتهم على طريق سوهاج القديم، وفي ايقاف في الجامعه للدراسه تماما لحين انشاء طريق بديل. يعني للاسف الحوادث كثيره جدا 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 مع بدايه العام الدراسي. يعني طبعا الله يرحمهم الله يصبر اهاليهم، يصبر اهاليهم. يعني بتتكلم حضرتك قالته حتى ده تفحم، يعني انا بقول لحضرتك يعني لما يبقى الابن رايح او البنت رايحه المدرسه وترجع بهذا الشكل، فطبعا احنا عايزين بقى نقول برضه زي ما بنتكلم على الايجابيات، واحنا دايما بنحاول نبرز الايجابيات، لما ننتقد اداء مسؤولين مقصرين فده مهم قوي عشان تبقى مين مين كبيرة. مين المقصر؟ يعني احتمالية ان العنصر البشري برضه يكون مخطئ في حادثه فيها اكبر، يعني في تريلا جامبو، تريلا وجامبو ملاكي وتوبيس رحلات، يعني احتمالية العنصر البشري موجود بجانب المشاكل اللي احنا عارفينها وحافظينها عن الطرق. هقول لحضرتك حاجه يا فندم، التريلا الحادثه دي وقعت الساعه كام؟ توقيتها مش احنا كنا دايما بنقول ان التريلا والنقل الثقيل يبتدي يمشي في الطرق من فتره من 12 بالليل ل 6 الصبح؟ لان مش ممكن يبقى في عربيه مدارس وجنبها عربيه تريلا، ما هو هنا في مشكله في المرور. فاحنا عايزين الساده المسؤولين عن المرور، تريلا محمله ببنزين كمان، طيب يعني وعشان كده يبقى في تفحم وغيره، يبقى ليه التريلا دي ماشيه في توقيت مخالف؟ صح. اكيد اكيد واخد بال حضرتك، احنا عايزين يعني نقطه التوقيت دي نقطه مهمه جدا. صح. ما انا بقول حتى لو كان هيمشي مع العربيات ومفيش طرق بديله ومفيش مراعاه للطريق ومفيش حتى ان احنا ناخد مكان بديل ليه، ازاي يمشي في وقت سير الطلاب في مكان ما وكان محدد قبل كده؟ استاذ احمد حضرتك تتذكر سيرهم من 12 بالليل لحد 6 صباحا فقط، ده لازم القانون ده يتطبق فورا. وبحزم كمان ما بيتفعلش يا استاذ احمد، ده حتى يعني كوبري اكتوبر اللي ممنوع فيه طلوع الاتوبيسات بيطلعوا. يبقى هنا في ايه يا فندم؟ معلش انا اسف جدا، انا طبعا الشرطه عادت الى حضن الشعب تماما بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو، لا في تراخي في تطبيق القانون، خلينا نقولها صراحه في يعني مفيش مشكله خالص، في تقصير في تراخي في تطبيق القانون وخاصة في بند المرور، لأن لما يموت عندك 17 و10 امبارح 20، ده اللي ماتوا في 73 مش بالعدد ده، احنا عندنا ناس بتموت على الطرق تجاوزوا عدد الشهداء في الحروب، فهل ده مقبول؟ فاحنا عايزين السادة المسؤولين عن المرور، السادة المسؤولين عن يعني في كل في موقعه، واخد بال حضرتك؟ الناس يعني اربع عربيات اربع مخالفات بتتم، الناس مدقق شويه في موضوع منح الرخص وخاصه الرخص بتاع العربيات الكبيره. يعني عايزين نوقف الكلام ده. هو وكيل وزاره الصحه اكد الحقيقه نفس الارقام مع الاسف، يعني وهيتواصل معانا كمان بس بعد قليل معانا يا استاذ احمد. شيء مؤسف ان احنا نبدا يومنا بهذا الخبر الحقيقه على الصبح، لكن لا والحلو مش يعني مش كويس يا ايمان، ادي الشروق مثلا ذاكره ان الطلاب في جامعه سوهاج مش هيروحوا الكليات تاني خالص، او ما فيش مدارس في جامعه سوهاج بتعلق الدراسه بفرع الكوامل لحين انشاء الطريق الجديد. مجلس الجامعه بيقرر صرف تعويضات للطالبات المصابات واسر 10 شهيدات، ومصادر امنيه رصدنا اندساس طلاب الاخوان بين المحتجين لتحريضهم على الفوضى. طبعا ده خبر معانا من الشروق موجود، ايقاف اللي هو
يعني بسم الله الرحمن الرحيم ايقاف الدراسه موجوده معانا في جامعه سوهاج. ما احنا بقول لحضرتك عجبني قوي السيد الرئيس السيسي اللي قال لك المسؤول اللي في موقعه مش قادر يؤدي يروح، ده مهم قوي طبعا، انه يحصل. ده مهم جدا الكلام الحقيقه يا استاذ عمر، احنا ننتقي القيادات في الفتره اللي جايه. طيب انا شايف المقاطع يا استاذ احمد، ادي الصور الاولى اللي وصلت من مكان الحادث اللي موجود في محافظه البحيره، دي صور حصريه لينا للاسف، هي صور فوتوغرافيه حتى اللحظه. طبعا واضح جدا حجم الدمار اللي موجود في العربيات وادي اتوبيس الرحلات، يعني مفيش اصلا اتوبيس اصلا، مفيش تقريباً معالم للاتوبيس ومفيش معالم للبشر اللي كانوا جواه، عربيه بنزين يعني ما يعني ليك شايف ده انفجار، يعني ده معناه ان انفجار. طبعا دي بعض اهالي اللي موجودين في كل مكان عشان يشوفوا اولادهم، اكيد هم ولاد المحافظه كلها، يعني اولادنا كلنا، يعني مش اولاد المحافظه بس، يعني كل التضامن وكل العزاء وكل الاسف ان احنا يعني نشوف نصطبح بهذا الطريقه او نصطبح بهذا الطريقه او نبدا يومنا بخبر مؤسف بالشكل. بس خلينا استاذ عمرو مش عايزين ندي الفرصه لفصيل او لاخر موتور انه يستغل هذه الحوادث في اثاره البلبله في الجامعه. لا طبعا هو ننتبه معلش، الخطا وارد نتداركه، نعمل ايفالويشن. طيب التدارك يكون ازاي في حادثه زي دي؟ ما انا بقول لحضرتك اعمال القانون، تنفيذ ضبط الشارع، ضبط المرور، كل دي متغيرات، الصحه وغيره تقوم بدورها في الانقاذ المرضى وغيره، ما نشوفش بقى الست بتولد قدام الحاجات البسيطه دي مش عايزينها تؤثر على شكل على اداء الحكومه وعلى شكل الدوله. احنا عايزين النهارده يمكن حضرتك في خبر حقوق الانسان وغيره، فاحنا مش عايزين نخش في حاجات صغيره نتيجه اهمال او نتيجه قصور مسؤول. بس لما بنشوف حادثه زي دي يعني راح ضحيتها 18 طالب وطالبه، واحنا لسه بنقول يا رب ما يزيدوش عن كده لان الحالات حرجه وخطيره. احنا لا ولو نسرد المقاييس. لو نسرد كمان يا امين، نسرد بقى حادث اسيوط بتاع الطلاب الكام و70، ونسرد بقى حادث سوهاج وحادث يعني احنا بقى بنتكلم في مشاكل المرور دي، مشاكل لا تنتهي، مشاكل نزيف الطرق ده مشاكل لا تنتهي. هو نزيف الطرق يا استاذ عمرو اللي هو الرادع، كل من يخطئ في مكانه لا، يعني انا عايز اشوف مسؤول مش قادر يؤدي يقدم استقالته ويروح، هو ده اللي احنا عايزينه. ممكن سيادة الرئيس اليوم ده هو سيادة الرئيس السيسي بيقول ده، اللي مش قادر ومش قادر ياخد قرار ومش قادر يستوعب المرحله الهامه اللي احنا فيها، في غيره يؤدي. طيب احنا لو بنتكلم عن حوادث الطرق، احنا عندنا يعني طرفين بيشاركوا في المسؤوليه الحقيقه، العنصر البشري لان احنا سلوكياتنا يعني شديده السوء في سواء في السواقه سواء في التعامل مع الاخر، وده اللي بينتج عنه معظم الحوادث، يعني مش كل الحمل نحمله على الطريق، والطرق وعدم صيانه الطرق ده جزء كمان من المشكله. احنا نبدا بانهي طرف منهم عشان نحاول نوقف نزيف الطرق ده؟ ما انا بقول لحضرتك اعمال القانون وتنفيذه بمنتهى القوه، اي حد يعمل حادثه او تتسحب رخصته وما يسوقش تاني، فانت هنا بتعملي رادع من خلال القانون. الحاجه الثانيه ان احنا نستدعي قيمنا الاصيله وعاداتنا وتقاليدنا بقى، نحافظ على بعض. فكره الانفلات اللي حصلت بعد الثوره والانفلات من الحاجات اللي احنا بنشوفها في الشارع نتاج اللي انت شايفه ده، فاحنا عايزين الحقيقه من خلال وسائل الاعلام ومن خلال منابر الاعلام المحترمه ان احنا نستدعي قيمنا الاصيله تاني عشان نضبط سلوكنا بقى، لان احنا عايزين نبني مش عايزين نهد. طب تفتكر يا استاذ احمد القوانين اللي موجوده، قوانين المنظمه لحركه المرور او منظمه المرور، كافيه ورد عليهم، ولا اعتقد محتاجين اكتر من كده من القوانين عشان تكون يعني كافيه ورد على الكل من تساوي له نفسه اللي يستهون بارواح؟ احنا عندنا مجلس الشعب ان شاء الله هيتم انتخابه في الفتره القادمه، في من القوانين ما يكفي للردع، ولكن احنا ممكن نشدد العقوبه. النهارده لما يبقى في اي حادث بيؤدي الى المطلوب، يعني احنا دايما نقول لك ايه حادث قضاء وقدر، او ياخد 6 شهور ويطلع، او هو الاعتراض على القضاء والقدر بس طبعا. في اسباب، ما انا بقول لحضرتك يعني الاهمال، ناخذ بالاسباب يعني الاهمال، لان حضرتك العربيات لا تراجع ولا يتم فيها الصيانه الدوريه، واكثريه الحوادث المسؤوليه فيها سواء مقطوره سواء سيارات نقل ثقيل تريلا زي ما احنا شايفين في الحادثه دي، يعني معظمها العربيات دي لازم يكون في طريقة لتقنينها، في تفكير تم في وقت من الأوقات بإلغاء المقطورات أساسا، لكن طبعا عورض القرار والناس شافت أنه يعني بالذات أصحاب الأعمال أنه مش عملي في التنفيذ، فالحل في ضبط التوقيت، توقيت مرورهم في وقت يكون في مرور السيارات الملاكي أخف، يعني في وقت الوقت اللي كان متحدد من 6 ل 12
6 صباح من 12 بالليل ل 6 صباح مهم قوي، وتحديدا العربيات النقل الثقيل وخاصه المحمله بالسولار والبنزين عشان ما تتكررش الماساه. حوادثها بتتحول لماساه زي الحادثه. من السيد رئيس الحكومه ان يبقى هناك عقاب للمخطئ عشان نوقف، كل ما كان هناك ردع وكل ما هناك تنفيذ قوي للقانون كل ما كان هناك ردع او هناك ايقاف لمثل هذه الامور. طيب لو اتكلمنا برضه يا استاذ احمد عن الخطوات، مثلا زي ما سمعنا عن مثلا تطوير الطريق الجديد مثلا زي طريق السويس، قال لك هنعمل حارات مخصصه للنقل بس ما يمشيش فيها اي عربيات ثانيه غير عربيات النقل. تفتكر ده ممكن ينجح المشروع ده او تنجح الفكره دي؟ ما هو في ناس ردت قالت لك ده حاره واحده، طب افرض عربيه عطلت، طب ما احنا نمشي في الطريق برضه. كل الحاجات دي افكار مش عارفين يعني نعمل فيها ايه بصراحه. ما انا بقول لحضرتك اعمال القانون، وان احنا ليه؟ لان حضرتك بتطلع على الطريق الدائري 6 حارات مثلا، تلاقي العربيات النقل بتتعمد تمشي في الشمال. في الشمال طبعا. طب ليه؟ طب ما انت حضرتك مخصص لك سرعه معينه. مفيش ضوابط ولك حاره مخصصه والقانون واضح. هو اصلا ما عندوش فكره ان يمشي للشمال واليمين، لان الرخصه حصل عليها زي ما حصل عليها، ولا خدها منين، ولا امتحن ولا امتحنش، ولا حتى في تحديث لسواقته، مفيش متابعه تقريبا. قصين على وزاره الداخليه ولا حاجه، ولكن احنا دايما لما ننقد ذاتنا احنا بنعمل عمليه ايفالويشن، عمليه تقويم للاداء، فاحنا ده اللي احنا عايزينه عشان نعدل عشان ما يحصلش المشاكل دي. فاحنا بنجلد ذاتنا وده مهم قوي. بالظبط كده، الموضوع مش خاص بوزاره الداخليه. لا على قد ما هو خاص بسلوكيات الافراد. وعايز يعني سلوكيات الافراد ادي في خطا بسيط دفع ثمنه اكتر، هنوصل يعني الرقم مرجح للزياده بنتكلم في 20 ولا حاجه و20 لحد دلوقتي 18، بتتكلم في خطاك مترتب عليه دمار أرواح اسر. ارواح اطفال ودمار اسرهم يعني نفسيا ومعنويا. يبقى ده يخلينا نعمل ايه يا فندم؟ نفعل القانون، ندقق في منح الرخص، كل من ونعمل مراجعات يرتكب جرم في من خلال انه يحطم سياره او يتسبب في قتل انسان تسحب رخصته ولا يقود تاني سياره. كل دي حاجات رادعه. نفعل موضوع اللجان عشان نشوف الناس اللي بتتعاطى مخدرات من السواقين وغيره. كل ده عايز تفعيل. نستدعي قيمنا الاصيله كشعب بقى، ونبتدي نرجع لسلوكنا المتعارف عليه، السلوك الطيب، السلوك المحترم. السواقين تحديدا اللي بيكونوا مسؤولين عن ارواحنا زي سواقين اتوبيسات المدارس، احنا طبعا مش عايزين نستبق الاحداث لانه مش عارفين يعني مدى خطا سواق الاوتوبيس، اوتوبيس المدرسه اللي راح يعني في 18 طالب لغايه دلوقتي ضحيه في البحيره، مش عارفين مدى خطاه ام لا. لكن الشخص اللي بيسوق اوتوبيس مدرسه ده لازم يكون مؤهل وبيمر باختبارات كثيره، ده يعني في ايده لا ومراجعات كمان يعني بشر. مراجعات يعني كله كمان مراجعات ان يبقى في مراجعات لرخصهم، للسواقه، لاختباراتهم، كل الحاجات دي مش محتاج، مش معنى خد رخصه خلاص انه خلاص مدى حياته. مدى حياته بالظبط، ده مهم جدا جدا. ويمكن الرخصه بتمنح 10 سنين، انا وجهه نظري الشخصيه مده كبيره، تمنح لمده 5 سنين او يتعمل عليه كشف في, 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 في النص كده، بحيث ان احنا نشوف الراجل ده قادر على الاداء ولا لا. لو في الدول حتى الدول الخليجيه مش الدول الاوروبيه، اي خطا بيتم خرم الرخصه، خرم الحاد 10 تخرام في الرخصه تتسحب منه خلاص، ما يسوقش تاني خالص. بيبقى في خوف شديد جدا على الرخصه، يعني عندك ممكن تسحب العربيه بس ما تسحبش الرخصه بتاعته. يعني نتمنى ده يتم في مصر، ونفعل القانون عشان يبقى فيه ردع، ده مهم يا استاذ احمد. طبعا احنا يعني طبعا بنحاول ان احنا نتواصل مع حد يعني من البحيره او وكيل وزاره الصحه لو عندنا انه يدخل معانا في مداخله، لكن طبعا اكيد فيما يبدو ان العدد يعني مرشح للزياده، ولغايه دلوقتي احنا بنحاول نوصل لمعلومه دقيقه العدد وصل لفين، بما انه العدد المؤكد لغايه دلوقتي 18 و18 إصابة. وطبعا الإصابات حرجة جدا نتيجة لأنه يعني حالة من التفاحم. احنا شفنا الصور، الأوتوبيس ملوش ملامح أساسا بعد الحادثة اللي كانت جزء من المسؤولية فيها تريلا محملة بالبنزين. بالظبط، يعني حادثة مؤلمة جدا، ويعني العدد مع الأسف في ظل الإصابات الحرجة زي ما بتأكد المصادر اللي تواصلنا معها حتى الآن، مع الأسف مرشحة للزيادة. حادث أليم ومؤسف بكل أسف برضه يا إيمان. للأسف الحالات الحروق لما بتزيد عن 50 أو 60% بيكون العلاج مستحيل، ده طبقا للمصادر الطبية المعروفة إن حالات الحروق لما بتزيد نسبها عن نسب 60%، لأن للأسف ما بيكونش في مكان يتم نزع الجلد منه وترقيع الجلد الباقي، فبتكون نسبة الوفاة مؤكدة بنسبة كبيرة جدا. فعشان كده الأعداد ربما تكون مرجحة للزيادة، لأن الإصابات بتكون أخطر
من اللازم نتيجة الحروق الكبيرة جدا بنسب كبيرة جدا. يا رب إن شاء الله يقف عند الحد ده وتقف الإصابات عند الحد ده وتكون الإصابات التانية بسيطة. لكن للأسف أعتقد أن الأخبار اللي توصلنا كل شوية أن الحالات أخطر من اللازم، فبالتالي العدد مرشح لزيادة أو الوفيات مرشحة لزيادة بكل الطرق. محاولتنا طبعا مستمره اننا نتواصل معكم لمتابعه وقائع الحادثه الاليمه دي، واننا نعرف يعني تفاصيل اكتر عن ايه اللي بيحصل، وعلى الاقل يعني شكل الاحتواء زي ما احنا شفنا في الصوره تجمعات كبيره ويبدو فيها عدد من رجال الاسعاف بتحاول انها تحتوي الموقف في المنطقه اللي وقع فيها الحادث في البحيره. ربنا يسلم الجميع ويعني يجعلها اخر حادثه فعلا نشوف فيها هذا العدد الكبير من الضحايا. المسؤولية مسؤولية مين؟ هي أكيد مسؤولية مشتركة ما بين السائق وما بين تنظيم المرور وتنظيم الطرق والأهم في هذه الحادثة. وتاني من غير ما نستبق الأحداث، مرور تريلا محملة بالبنزين أو بالسولار في الوقت ده اللي هو في ذروة مرور أوتوبيسات المدارس، أكيد واحد من العوامل اللي ساهمت في هذه الحادثة الأليمة اللي هنتابع معاكم وحنحاول نتواصل مع اي مصدر يقول لنا تفاصيلها. احنا كنا طبعا هذه الفقره كانت مخصصه عن الصحافه، لكن ربما الحدث الابرز او الحدث الاهم بيفرض نفسه على الساحه، واكيد الاخبار موجوده في كل الصحف، واكيد نقاشنا في جزء او خبر مهم جدا وخبر الاستصلاح الجديد. هنشكر ضيفنا الكريم اللي شرفنا في حضوره في هذه الفقره على وجه التحديد ان احنا نتكلم عن مشكله الطرق، الاستاذ احمد عفيفي الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا ليك استاذ احمد. شكرا استاذ، واكيد انت حللت موضوع مهم جدا بيمس طبعا المواطنين. بيمس الشعب وبيمس المجتمع. أكيد كلنا بنتوجع منه يعني، وربنا يرحم أولادنا دول ويصبر أهليهم الحقيقة. يا رب ربنا يصبر أهليهم فعلا. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد، شرفتنا. شكرا ليك يا أستاذ أحمد. دلوقتي موجز التاسعة لأهم الأنباء، ننتقل